السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على النورمال بزايز اوف ذا سكال او الفيو بتاع السكال من البيز سواء من جوه السكال او من خارج السكال. قبل ما نبتدي نتكلم عن النورمال بزايز، احنا عندنا في السكال زي ما اتفقنا في بونز كتيره جدا، وفي سيبريت بون بتبقى مش واضحه قوي زي الفرونتال بون احنا شايفينها، الزيجوماتيك احنا شايفينها، المجزلة كذلك. انما في بعض البونز الصغيرة الموجودة اللي عايزين نتخيلها كويس، لان احنا مش هنشوفها ماسكينها في ايدينا لوحدها، مفيش سيبريت بون لوحدها نقدر نشوفها. فاول بون دي هنتكلم على حاجة اسمها بالاتاين بون. كلمة بلت يعني ايه؟ بلت يعني سقف الحلق، يعني روف اوف ذا ماوث. احنا شايفين هنا السكال فروم ذا بوتوم، ده كروس سكشن اوف ذا سكال. شايفين تحت هنا ده الايه؟ ده الماوس، واللي من فوق هنا ده الايه؟ ده النوس. طيب اللي ما بين الماوس والنوس ده ايه؟ ده البلت. البلت اللي هو سقف الحلق، وسقف الحلق ده في جزء منه بون وجزء منه سوفت، بس اللي احنا شايفينه ده اللي هو الايه؟ البوني بارت. في البوني بارت هنلاقي عندنا عظمه اللي هي دي، بيسموها ايه؟ بالاتاين بون. بلاتاين بون على شكل حرف ال، حتى ما نشوفها سيبت ايه على شكل حرف ايه؟ ال. دي بايه؟ البلاتاين بون. عشان نتخيل كده البلاتاين بون دي موجوده هنا، لها علاقه بايه؟ ولها جزء علاقه بالماوس، ولها جزء له علاقه بالنوز، تمام، وله جزء صغير قوي له علاقه بالاوربت. تعالوا نحاول نتخيل الوضع ده في الشرائح اللي جاي. طبعا زي ما انتم عارفين هنا النوز، وهنا عندنا ده الايه؟ الاوربت. والنوز has two opening، بينهم في النص هنا حاجه اسمها ايه؟ نيزل سيبتم، اللي هو الحاجز الانفي. عملنا احنا كروس سكشن وشفنا الحاجز الانفي اهو لوحده. الحاجز الانفي احد البونز اللي بتكونه حاجه اسمها ايه؟ بلاتاين بون. لان عندي هنا الماوس اهو، وادي عندي هنا البلت اللي هو سقف الحلق اللي بيفصل ما بين ايه وايه، بيفصل النوز اباف عن الماوس بلو. واحنا شايفينها في كروس سكشن مين؟ النيزل سبتم. النيزل سبتم ايه البون اللي واضحه عندي او احد اجزاء النيزل سبتم؟ البلاتاين بون اهو، الحرف ال اهو عامل لي جزء منين؟ من النيزل سبتم، وعامل لي جزء من ايه؟ من الهارد بالت اللي هو بيفصل النوز عن الايه؟ عن الماوس. طب احنا قلنا في كمان جزء له ريليتد للاوربت، ازاي براتاين بون؟ نيجي نشوف الصوره دي، شايفين البراتاين بون؟ فيري سمول اريا جدا جوه خالص في الداخل ايه؟ لا علاقه بالايه؟ بالاوربت، يعني دوبك ايه؟ مكان صغير جدا اللي هو الاوربتال بروسيس. لكن المين بارت بتاع البلاتاين بون فين؟ في جزء منه في النيزل سبتم اللي احنا شايفينه هنا ده، وفي جزء منه فين؟ في الروف اوف ذا ماوث في البلت. عندنا هنا السكال فروم ذا بيز، شايفين ده الابر جو او الفك العلوي، المكان ده كله اللي هو ليه؟ البلت او سقف الحلق او بيسموه الروف اوف ذا ماوث، تمام. الجزء اللي باللون الاخضر ده، ده الايه؟ البلاتاين بون، ده جزء من اجزاء الايه؟ البلاتاين بون. البلاتاين بون قلنا لها هوزونتال بليد، يعني جزء بالعرض، وجزء اسم بيسموه بيربندكولار بليد. بيربندكولار يعني ايه؟ يعني عمودي، تمام؟ البيربندكولار بليد ده او العمودي ده في نهايته كده جزء بيسموه اوربتال بروسيس اللي له علاقه بالايه؟ بالاوربت. تعال نشوف الكلام ده كده. يبقى ادي عندنا هنا حطيناه هنا، يبقى ادي الايه؟ الفيرتيكال الهوزونتال بليد اهو. ده الهوزونتال بليت، تمام؟ وعندنا ده البربندكولار بليت اللي هو ده اللي بيكون جزء من النيزل سبتم، وفي الاخر خالص اللي ايه؟ الاوربتال بليت اللي هو الجزء اللي في النهايه تحت ده الاوربتال بليت له علاقه بالايه؟ بالاوربت. يبقى ده عندنا بلاتاين بون اهي. الجزء ده اسمه ايه؟ هوزونتال بليت اوف بلاتاين بون. الهوزونتال بليت ده زي ما اتفقنا بيكون جزء من ايه؟ من البلد اللي هو الايه؟ روف
او ذا ماوث. طيب والجزء ده بيسموه بيبنديكولار بليد. بيبنديكولار يعني عمودي. بيبنديكولار بليد ده اللي بيجوي جزء منين؟ من نيزل سبت. ونيجي على الجزء الاخير خالص ده بيسموه اوربيتال بروسيس، قلنا اللي بيشارك في الايه؟ جزء صغير خالص في الايه؟ في الايه؟ في الاوربت. تعالوا نشوف بقى الفيتشرز في النوما بيزالس. الانتيريور بارت في النوما بيزالس في ايه؟ اول حاجه نمبر 1 ده بروسيس من المجزله، كنا قلنا مع المجزله بنسميه ايه؟ بنسميه بلاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا. ليه؟ هو رايح لمين؟ رايح ناحيه البلاتاين بون، بس اصله جاي منين؟ جاي من المجزلة، عشان كده بنسميه بلاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا. رقم 2 ده اللي هو الايه؟ لسه قايلينه دلوقتي اللي هو هوريزونتال بليت اوف ذا ايه؟ بلاتاين بون. يبقى الجزئين دول مع بعض بيعملوا لي الايه؟ بيعملوا لي الهارت بلت، اللي هو سقف الحلق اللي متكون منين؟ من بوني بارت. يبقى الهارت بلت او سقف الحلق اللي متكون من بوني بارت بيتكون من جزئين، ايه هما؟ البلاتاين بروسيس او ذا ماكزيلا والهوريزونتال بليت اوف ايه؟ بلاتاين بون. طيب عندنا هنا في اوبننج او حفره كده صغيره او فسه موجوده فين؟ هي التيت اللي قدام دي اسمها ايه؟ التيت دي حد فاكرها؟ كنا مسمينها ايه؟ انسيسيف تيت. انسيسيف تيت وراها في فسه اهي، فبنسمي الفسه دي انسيسيف فسه. انسيسيف فسه، ودي هيبقى فيها نيرفز هتعدي من جواها ما بين الماوس والنوز، وهنقولها بعدين. يبقى انا عندي في فسه خلف الانسيسيف تيت مباشره اسمها ايه؟ انسيسيف فسه. بعد كده عندي في فورة من اهي، شايفينها الصغيرة دي؟ في فورين من اهي وفي فورين اصغر منها، في اتنين فورين. الاتنين فورين دول موجودين فين؟ في البلد، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. الكبيرة نسميها ايه؟ جريتر بلاتاين فورين، والتانية نسميها ايه؟ ليزر بلاتاين فورين. يبقى انا عندي اتنين اوبننج موجودين في البلد ناحيه الاطول كده في الجناب، واحده كبيره واحده صغيره. الكبيره سميها ايه؟ جريتر بلاتاين فورمن، والصغيره سميها ايه؟ ليزر بلاتاين فورمن. نيجي لاخر حاجه، انا عندي في البلد كده عامل بروجكشن كده. البروجكشن ده له علاقه بالايه؟ بالنوز. بروجكشن ده انتيريو ولا بوستيريو؟ انا عندي الماوس هنا كده كده انتيريو، والناحيه دي ايه؟ بوستيريو. يبقى ده اكيد بوستيريو، سميناه ايه؟ بوستيريو. في النوز سميناه نيزل، وسباين لانه ايه؟ اللي عامل زي الدبوس، يبقى ده الايه؟ البوستيريو نيزل سباين. اول حاجه نيجي نشوفها هنلاقي في بون كده لها زي ما يكون لها قاعده او لها بيس كده ممتده جوه النوز. البون دي بيسموها فومر، بيسموها ايه؟ فومر. وعشان ممتده جوه النوز بتشارك في عمايل النيزل سبتا او الحاجز الانفي. بعد كده في الجنب هنلاقي بروجكشن من بون كده بنسميه تريجويد بليد. ادي واحد وادي الثاني. هنلاقي واحد ناحيه بره فنسميه ايه؟ لاترال. نسميه لاترال تريجويد بليد. واحد في الداخل نسميه ميديال، نسميه ميديال تروجويد بليد. يبقى نبص على الناحيه الثانيه كده، يبقى ده الايه؟ ده الميديال تروجويد بليد، وده اللاترال تروجويد بليد. بعد كده هنلاقي فيه جزء من البون. الجزء ده لما نيجي نشوفه على السكال هنلاقيه تبع، فاكرين انتوا جريتا وينج او سيفونويد اللي اتكلمنا عليه في النوم لاترالس؟ وهنتكلم عليه بالتفصيل بعدين ما تقلقوش. فالجزء ده سموه ايه؟ تبع الجيتا وينج او سيفنويد، بس عشان يفرقوه على اللي حواليه فسموه ايه؟ انفرا تمبرال سيرفس. ليه؟ لان المكان ده كله في الانفرا تمبرال فوس. فعشان الجزء من الجيتا وينج او سيفنويد اللي ناحيه الانفرا تمبرال فوسه سموه ايه؟ انفرا
temporal surface of a greater ring of a siphenoid. طيب على الجنبين كده هنلاقي حفره. الحفره دي حفرتين اهم، الحفرتين دول بيعملوا ارتكوليشن مع الماندبول عشان يعملوا لي التيمبو ماندبولار جوينت. فعشان لهم علاقه بالماندبول سميناهم ايه؟ ماندبولار فوس. سميناهم ايه؟ ماندبولار فوس. اخر جزء، الجزء ده من البون واتكلمنا عليه قبل كده، ده جزء من اجزاء التيمبال بون اسمه ايه؟ بيتراس بارت اوف ذا تيمبال بون. بيتراس بارت اوف ذا ايه؟ تيمبال بون. يبقى ده جزء من ايه؟ من اجزاء تيمبال بون سميناه ايه؟ بيتراس بارت اوف ذا تيمبال بون. يبقى عندنا الفوما اللي علاقه بالنوز، اثنين بروسيس اللي بره اسمه لاترال تيروجويد واللي جوه اسمه ميديال تيروجويد، جزء من الجريتا وينج اوف سيفنويد اسمه انفرا تيمبال سيرفيس، حفره طبعا ماندبول اسمها ماندبولا فوسا، واخر حاجه البيتراس بارت اوف ذا ايه؟ تيمبال بون. كنا قلنا في النوم اوكسبتاليس ان الاوكسبتال بون بتتكون من سكونس بارت، وفي جزء كمان النهارده هنشوفه اسمه بازيلار بارت في البيز اوف ذا سكال. الجزء ده بنسميه ايه؟ بازيلار بارت. الجزء ده من اول هنا كده ده اسمه ايه؟ بازيلار بارت اوف ذا اوكسبتال بون، ومن جوه برضك بنقدر نشوفه من نومه بزارس انترن. ده الجزء اللي احنا عارفينه اللي هو السكويمس بارت اوف ذا ايه؟ اوكسبتال بون، اللي احنا شفناه وعارفينه كويس. رقم ثلاثة هنا في حاجة اسمها اوكسبتال كوندايل. كوندايل يعني شايفين شكله كونكيف اهو، الشيب عامل زي البين شيب او عامل زي حبة الفاصوليا كده تقريبا، بيبقى اليفيشن في البون. الكوندايل ده بيعمل لي ارتكوليشن مع الاطلس اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتبري عشان يعمل لي جوينت اسمه اتلانتو اوكسبتال جوينت. لكن اللي عايزين نعرفه النهارده ان المكان ده اسمه ايه؟ اوكسبتال كوندايل. اوكسبتال لانه في الاوكسبتال بون، وكوندايل قلنا ليه؟ لانه عامل اليفيشن وبيعمل ارتكوليشن مع الفيرست سيرفايكال فيرتبري. شايفين انتوا البروسيس ده عارفينه طبعا قبل كده. البوسيل ده اللي عامل زي الدبوس اللي شفناه في الايه؟ في النوما لاترالس. البوسيل عامل زي الدبوس ده اسمه ايه؟ اسمه ستايلويد بوسيس. اسمه ايه؟ ستايلويد بوسيس. عندنا بوستيريو الستايلويد بوسيس، في البوسيس الكبير ده اسمه ايه؟ ماستويد بوسيس، اللي احنا كلنا بنشعر بيه خلف الاذن على طول، ده اللي هو الايه؟ الماستويد بوسيس. يبقى احنا شفنا البازيلار بارت اوف ذا اوكسبتال بون، شفنا السكومس بارت، وشفنا الاوكسبتال كوندايل، وشفنا الستايلويد بروسيس والماستويد بروسيس. عندنا في فريمن ده في البيز اوف ذا سكال، وفي حاجه مهمه جدا لها علاقه بالفريمن، ان اي استراكشر بتعدي على الفريمن مفروض نعرفه. يعني كل فريمن من دول في استراكشرز بتعدي من خلالها، في نيرفس او في فيزلز، لازم نبقى عارفين الفريمن دي اسمها ايه وبتعدي من خلالها ايه. احنا المرحله الاولانيه هنعرف بس اسماء الفريمن اللي احنا المشروع. اول حاجه فريمن دي شكلها ايه؟ بيضاويه، يبقى شكلها ايه؟ اوفال ان شيب، عشان كده بيسموه ايه؟ فريمن اوفال. فريمن اوفال لانها شكل ايه؟ اوفال ان شيب. وراها مباشره حاجه زي الدبوس فتحه صغيره خالص بيسموها سباينوزم، فريمن سباينوزم. فاكرين سباين؟ احنا قلنا سباين ده عامل زي الدبوس كده او ايه؟ مدبب. فبالتالي نفس الكلام الاوبننج الصغيره دي اسمها ايه؟ فريمن سباينوزم. بعد كده ميديالي جوه في المنطقه دي كده فتحه irregular in shape غير منتظمه بيسموها فريمن ليسرم. فريمن ليسرم. يبقى خلي بالك بالترتيب ده عشان تعرف، دور على اللاند مارك بتاعتك اللي هي الاوفال اللي هي شكلها بيضاويه تبقى تفور من اوفال. بوستيريو ليها سباينوزم، وميديالي ليها مين؟ الليسرم. بعد كده لما نيجي على، عارفين انتوا الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه البيتراس بارت اوف ايه؟ تيمبال بون. في البيتراس بارت بتاع التيمبال بون هنلاقي فيه فريمن كده اسمها كاروتيد كانال. هي مش واضحه في الصوره قوي لكن هتبقى واضحه في العملي. اسمها ايه؟ كاروتيد كانال. من اسمها كده اظن انت تقدر
تعرف ايه اللي هيعدي من خلالها وهخليها المره دي ايه نبقى نقولها ساعتها. بعد الكاروتيد كانال هنلاقي فيه فورامين بوستيريو ليه على طول ناحيه الاوكسيبتال بون، اسمها ايه؟ اسمها جاجولار فورامين. اسمها ايه؟ جاجولار فورامين. واظن من اسمها برضك ممكن تتوقع ما هيعدي من خلالها ايه. يبقى الكاروتيد ده هيعدي فيها ارتري والجاجولار هيعدي فيها فين، اعرفهم انت بقى ايه وهنقول اساميهم بعدين. بعد كده هنلاقي فيه فورامين. هو انا الاول ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستايلويد بروسيس. طب وده؟ ده الماستويد بروسيس، صح ولا لا؟ يبقى الاوبننج اللي بينهم دي على اسمهم الاثنين فسموها ايه؟ ستايلو ماستويد. ليه؟ لانها ما بين الستايلويد والماستويد فسموها ايه؟ ستايلو ماستويد فورامين. ستايلو ماستويد فورامين. بعد كده الاوبننج او فورامين الكبيره او الضخمه دي كلها ضخمه، شايفين كبيره ازاي؟ بيسموها فورامين ماجنم. فورامين ايه؟ ماجنم، اللي هي الفورامين الضخمه دي كلها. يبقى انا اللاند مارك بتاعتي ايه؟ ادور على الاوفال اللي هي بيضاويه تبقى فورامين اوفال، وراها الدبوس اللي هو الايه؟ السباينوزم، ميديا ليها الليسرم اللي هي شكلها ايه؟ الريجولار. نيجي للبتراس بون، في حاجه اسمها ايه؟ كاروتيد كانال بوستيريور ليها اللي هي الايه؟ الجاجولار فورامين. بعد كده ما بين الستايلود والماستويد في الايه؟ الستايلوماستويد. وطبعا الكبايه دي ما فيهاش لخبطه اللي هي ايه؟ فورامين ماجنوم.